التبرك مبناه على التوقيف، فلا يجوز طلب البركة إلا فيما ورد به النص. فالأصل المتقرر عدم التبرك بالزمان إلا بدليل، عدم التبرك بالمكان إلا بدليل، عدم التبرك بالأعيان والذوات إلا بدليل. فمن طلب البركة من زمان أو مكان أو ذات بلا دليل فقد وقع في الشرك. في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وسنده جيد. فلا يجوز أن تتبرك بأي شيء لم يدل عليه دليل. فلا يجوز التمسح بأستار الكعبة والتبرك بها، ولا التمسح بشيء من جدران المسجد الحرام، كلها أفعال مخالفة للعقيدة. ولا التمسح بشيء من جدران المسجد النبوي، ولا التبرك بعتبات الأولياء والصالحين، ولا التبرك بتراب قبورهم، هذا محرم مطلقا. ولا طلب البركة من الأشجار والأحجار أو الأماكن المقدسة كالحرمين وبيت المقدس، ولا التمسح بمقام إبراهيم، ولا التبرك بريق ولا بأجساد ولا بعرق أحد من الأولياء والصالحين. ولنعلم جميعا أن البركة الذاتية المنتقلة في هذه الأمة إنما هي في جسد واحد فقط، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبركته التي أحلها الله فيه إنما هي البركة الذاتية المنتقلة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بشعره وبريقه وبنخامته وبعرقه وبثيابه، لأن البركة تنتقل. وأما ما عدا ذلك من بركات الأعيان كبركة ماء زمزم وبركة الحجر الأسود وبركة العشر ذي الحجة وبركة رمضان وغيرها من الأمكنة المباركة، إنما هي بركة معنوية لازمة لا تفارق محلها. ولذلك نعلم خطأ من يمسح الحجر الأسود ثم مباشرة يمسح به وجهه وصدره، لأنه يظن أن البركة بالحجر الأسود حجر بركة ذاتية منتقلة، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما هي بركة اتباع، بركة إيمان، بركة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إني لأعلم إنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلت ما قبلته. هل في المؤمنين بركة؟ الجواب نعم، في الحديث: وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ويقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فبركة المؤمنين غير النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع هي البركة المعنوية اللازمة التي لا تفارق محلها. فإذا رأيت الصوفية يتبركون بعرق مشايخهم ويتبركون بنخامهم، وإذا سلم أحدهم على الشيخ مسح بها وجهه وصدره، كل ذلك من اعتقادي أن البركة التي حلت في هذا الرجل هي البركة الذاتية المنتقلة، وهذا خطأ عظيم. وقياس الأولياء على الرسول صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، لأن البركة الذاتية فيه لأنه رسول الله، ومن الذي وافقه في هذه الصفة؟ ولأنه خاتم الأنبياء، ومن الذي وافقه في هذه الصفة؟ لأنه أفضل الخلق عند الله، من الذي وافقه في هذه الصفة؟ ولأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، من الذي وافقه في هذه الصفة حتى نقيسه؟ حتى نقيسه على هذا قياس مع الفارق. والمتقرر عند الأصوليين أن القياس مع الفارق باطل.